أخبار الانتلاف الوطني السوري بعجالة. أهلا بكم. ارتقى مدني وأصيب آخرون بجروح بقصف مدفعي وصاروخي شنته قوات الأسد عند وقت السحور فجر اليوم الجمعة ثاني أيام شهر رمضان على منطقة ريف حلب الغربية. وقال الناشطون في ريف حلب أن مدنيا استشهد وأصيب آخرون بقصف مدفعي لقوات الأسد استهدف بلدة الأبزمة. ويواصل نظام الأسد والميليشيات التابعة لها ارتكاب الانتهاكات بحق الأهالي في المناطق المحررة، كما يواصل قصف المدن والبلدات ويهدد الاستقرار في المنطقة. ذكر عضو الائتلاف الوطني السوري أيمن العاسمي الجهات التي تهرول نحو النظام بهدف التطبيع معه بالجرائم اليومية التي يرتكبها نظام الأسد وحليفه الروسي بحق المدنيين العزل في المناطق المحررة. وأكد العاسمي على أن نظام الأسد ينتهج السلوك العسكري الدموي بحق الشعب السوري منذ أكثر من 12 عاما، وهو ما يتطلب قيام الأطراف الضامنة بمنع تحويل اتفاق وقف التصعيد إلى غطاء يستمر في ظله عدوان النظام الجائر على المناطق المحررة. وشدد العاسمي على أن نظام الأسد يعول على النهج العسكري ويعرقل الحل السياسي السلمي الذي يعيد الأمن والاستقرار لسوريا والمنطقة. وجه رؤساء لجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزارتي الخارجية والخزانة عبروا فيها عن عدم رضاهم عن تباطؤ الإدارة الأمريكية في تطبيق قانون قيصر. وانتقد رؤساء اللجان تباطؤ إدارة الرئيس بايدن في تفعيل قانون قيصر الموجه ضد نظام الأسد لارتكابه المجازر ضد السوريين. عقد في العاصمة الأردنية عمان اجتماع خلال اليومين الماضيين حضره المبعوثون الخاصون إلى سوريا من عدة دول ناقش الأوضاع في سوريا وسبل إيجاد حل سياسي. وحضر المبعوثون من 11 دولة عربية وغربية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية. وبحسب بيان مشترك صادر عن الاجتماع فإن الدول أكدت على دعمها للقرار الدولي 2254. نهاية الموجز، إلى اللقاء.